هنالك من يقول بانتخاب هيرتسوغ لربما سيغير في المشهد الإسرائيلي، كون هيرتسوغ مؤسس لحزب سياسي وخاض باع طويل في الكنيسة. هل فعلا الرئيس الإسرائيلي له تأثير سياسي لربما على الحكومة المرتقبة؟ يعني بمعزل عن المنصب، يعني وظيفة رئيس الكنيسة أو عفوا رئيس الدولة هي وظيفة معزولة عن العمل السياسي البرلماني والحزبي يعني بطبيعة الحال. وأيضا نضيف في هذه النقطة على أن هيرتسوغ حاز على 87 صوتا اليوم، وهي أصوات أيضا تشكل يعني هي أصوات من كافة المعسكرات إن كان ذلك من معسكر المركز واليمين. السؤال ما هو التأثير الذي سيحدثه هيرتسوغ على المستوى السياسات الداخلية؟ يعني لا أعتقد أنا شخصيا، وأنا لا أريد أن أخوض في التحليل، أنه سيستطيع التأثير لربما في هذا السياق، ولكن شخصية هيرتسوغ تحديدا يعني أتت في وقت إسرائيل بحاجة إلى شخصية قد تؤثر على مستوى العلاقات الخارجية، علما أن هذا المنصب هو منصب رمزي، والرمزية في هذا المنصب تكمن في توطيد العلاقات على المستوى العلاقات الخارجية، إن كان ذلك مع رؤساء دول، إن كان ذلك باستقبال وفود والتأثير على الرأي العام العالمي. علما أن هيرتسوغ شغل العديد من المناصب كما ذكرتم في التقرير، هو شغل في المنصب الأخير رئيس الوكالة الصهيونية، وأيضا هو يعني جاء من الوضعية السياسية الحزبية، وله أيضا يعني هناك من يعتقد بأن هيرتسوغ شخصية مقبولة على كافة الأطراف. نعم. بما يتعلق شخصية الرئيس يعني نعم. أدهم، بما يتعلق بما قلته بالعلاقات الخارجية الإسرائيلية لربما الأمريكية والأوروبية، يعني لهيرتسوغ هنالك علاقات جيدة مع الإدارة الأمريكية الحالية وهي الديمقراطية، هل هذا لربما سيغير من وضع عمليا إسرائيل لدى هذه الإدارة؟ يعني بداية سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل لا تتغير، يعني دائما ما نستمع إلى التصريحات التي تعطي يعني إسرائيل أو الدفاع حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، إن كان ذلك على المستوى الأمني على المستوى السياسي وعلى المستوى أيضا العسكري. العلاقات لا تتغير بفعل تغيير الأشخاص، ولكن هناك يعني قد تكون في بعض الأحيان خلافات ونقاشات بين الحكومة الإسرائيلية أو المتعلقة بطرف ما مع الإدارة الأمريكية، يعني كما نشاهد الآن يعني هناك توتر واضح ما بين جو بايدن الإدارة الأمريكية الجديدة وبين بنيامين نتنياهو في قضايا إقليمية متعددة، منها الملف النووي الإيراني وأيضا قضية حل الدولتين، ولكن هذا لا يعني بأن علاقة الولايات المتحدة التاريخية ستتغير مع دولة إسرائيل. ولكن إذا ما نظرنا إلى رئيس الدولة وتحديدا هيرتسوغ، انتخاب هيرتسوغ جاء في وقت يعني يعاني منه المجتمع الإسرائيلي من حالة تمزق داخلي وأيضا أزمة حقيقية بفعل الأزمة السياسية، وهنا يأتي دور هيرتسوغ في رأب هذا الصداع وأيضا كافة الخلافات والتقارب بين المجتمع الإسرائيلي، وهناك من يراهن على دور هيرتسوغ في هذه المرحلة. في خانة أخرى لربما قد نتحدث عنها، إسرائيل تواجه ملفات عديدة على مستوى التحديات الإقليمية، منها المحكمة الدولية في لاهاي وأيضا ملاحقة إسرائيل بجرائم حرب، وهنا يأتي دور رئيس الدولة في محاولة التأثير، ولذلك يجب أن تكون هناك شخصية مقبولة على كافة الأطراف، أيضا شخصية تعكس وجهة إسرائيل في العالم. هناك من يراهن على دور هيرتسوغ التاريخي وأيضا على دور هيرتسوغ الدولي، نعم، وتحديدا ما صنعه من علاقات في الفترة الأخيرة. هذه في النقطة، وبالطبع يعني انتخاب هيرتسوغ لربما يمكن القول على أنه حاز ب 87 مقعدا، يمكن القول يعني بأن هناك إجماع حول هذه الشخصية. في الشق السياسي هناك من يعتقد بأن فوز هيرتسوغ وفوز لليسار الإسرائيلي اليوم. نعم، شكرا لك أدهم حبيب الله، حدثتنا من مدينة القدس على كل هذه الإفادات. في هذه الأثناء نرحب أيضا بسيد شكيب شنان خبير الشؤون الإسرائيلية. إذا سيد شكيب أهلا وسهلا بك معنا مرة أخرى. يعني بالنسبة إلى هذه المساعي إلى تشكيل وإعلان الحكومة المرتقبة، ها هي الساعة يعني تقترب من أن تدق الساعة 12 منتصف هذه الليلة، هل فعلا قادة الأحزاب بالمعسكر التغيير قريبون من إعلان تشكيل حكومة، أم ما زالت العثرات هي من يحول دون ذلك؟ مساء الخير أخت دانا لك ولكل المشاهدين. قبل خوض غمار سؤالك لابد من تهنئة رئيس الدولة المنتخب السيد موجي أرتوغ
بحكم كونه صديق وزميل ورفيق درب طويل نعرفه عن قرب، وحقيقة إن انتخابه يشكل أمل كبير للقوى المتنورة وأمل كبير لإحداث تغيير إيجابي في مكانة رئيس الدولة مستقبلا. أما فيما يتعلق بسؤالك حول قضية تشكيل الحكومة، فالأمور أزيلت كل العثرات الموجودة وبقي أمر واحد فقط، وهو قضية الاتفاق مع القائمة العربية الموحدة. وهنالك خلاف كبير بالرأي بين طلبات هذه القائمة لتكون جزء من الحكومة أو تدعم من الخارج، أمام معارضة من قبل كل من زئب إلكن من حزب تكبا حدشا وأيلت شكيد من حزب يمينة، خاصة فيما يتعلق بإلغاء أو تجميد قانون كامينيتس، وهو قانون مجحف جدا، وبالنسبة للقائمة العربية الموحدة لا تستطيع ولا بأي شكل أن تتنازل عن هذا المطلب. لكن هنالك من يقول سيد شكيب شنان بأن ربما القائمة العربية الموحدة تنتظر حتى تحل كل العثرات بما يتعلق بالتعيين عمليا الأعضاء في لجنة تعيين القضاء، يعني الأزمة الحاصلة بين أيالت شكيد عن حزب يمينة وبين أيضا رئيسة حزب العمل ميراف بخائلي. يعني هنالك من يقول بأن القائمة العربية الموحدة تنتظر لربما لتضع شروطها بقوة أكثر، هل هذا الأمر وارد؟ هل هذه القراءة واردة بهذا السياق؟ هذا الأمر أصبح من خلفنا، بحيث كانت ميراف بخائلي رئيسة حزب العمل قد هاتفت يائير لابيد وأبلغته أنها تتنازل ولا تريد أن تشكل عائقا في عملية تشكيل الحكومة، وموضوع عضوية اللجنة الوزارية لتعيين القضاء لم يعد حجر عثرة أمام تشكيل الحكومة. في حديث خاص كان لي مع النائب مازن غنايم، قال لي بشكل واضح أنه توجد مشكلة أمام قياديي هذا الائتلاف الذين لا يريدون الاعتراف بموضوع القرى الغير معترف بها بالنقب، وفي قضية قانون كامينيتس كما سبق وذكرنا، وهم يحاولون تشكيل كل الضغوط الممكنة. وخاصة أنهم يعني نستطيع القول عن من معرفة ومصدر موثوق أنه توجد لديهم التزام من نتنياهو رئيس الحكومة أنه في حالة عدم انضمامهم لهذا الائتلاف فهو يلتزم بتغيير أو إلغاء قانون كامينيتس إذا شكل حكومة. طبيعي للأسف الشديد هو لا يستطيع تشكيل حكومة، لذلك يكون تعهده ليس بأكثر من حبر على ثلج.